صيع على فراقه. ما بنت مرق عليا، بنت مرق عليا يا حتى اسمع الاولاد وكل مرض تحب بين والد الناس تنعاو 23 نفر في الدار اللي راح. يا ما يا صدر يا ما يا ما ايش بدك ايش بدك هنا مسرح الجريمة. صواريخ الاحتلال تقصف منازل الآمنين من عائلة النجار، فيسقط الشهيد تلو الشهيد، الصغار قبل الكبار والنساء مع الرجال. حالة الدمار الهائل في المكان والحفرة التي خلفها القصف تجسد هول المذبحة. كنا بنسحر عند السحور، سحرنا وخلصنا. أنا قمت آخر واحد مع السحور، سحرت وخلصت ورحت أخذ الشاي، ما لقيت عيل إلا وجه نار من وجهي، يعني أجا نار وطفت عطول. بدي أحرك حالي في فيش تحرك ولا أي حاجة، بدي أتحرك حالي هيك ولا هيك، فيش أي تحرك. صحيت زوجتي تعمل لنا سحور، راحت على المطبخ قاعدة بتدق في الفول، وهي بتدق في الفول ما شفت إلا أنا زوجتي طارت من المطبخ للصالون، وبعدها صارت انفجار. أبوي الله يرحمه كان ورايا، وأبو خالي الله يرحمه كان جنبه، وأخويا وبنت خالتي وخواتي كانوا في نفس الصالون، وخالي ومرت خالي وابن خالي الله يرحمه يا شيخ. وإيش بدنا نقول؟ حسب الله ونعم الوكيل، الله ونعم الوكيل. عشرون شهيداً ارتقوا وأصيب مثلهم في أشد فترات العدوان الإسرائيلي ضد غزة نهاية الشهر الماضي. عندها كانت المجازر عنوان المرحلة. ذو الضحايا اعتبروا مصابهم آنذاك جزءاً من المأساة الفلسطينية، لكنهم مع مرور الوقت بدأوا يستذكرون لحظات الموت وما قبلها. اخر نظره كانت يا بنتي في الصالون، ما لقيت بنت، اخر نظره لقيتها نايمه على الصالون في الفرشه، وصرت اسمع حسه في الحاره نادى عليها يا ابراهيم، يا عشان جارنا ابن عمي ابراهيم. رجعت على المنزل ثاني الا بشوف المنزل تاع عمي مش مبين خالص، الا حسين ابن عمي بنادي علي بقول لي يا ابراهيم يا ابراهيم، بقول له مين؟ بقول لي حسين. طلعت له فوق رغم اني مصاوب، طلعت له فوق ونزلته وقلت له لقيت الدم نازل من راسه من هنا ومجرح من الحجاره طيحت على راسك، وهو كان بقول لي كنت انا على البلكونه. طلعناه برا، فرجعت ثاني ان انقذ رغم الاصابه اللي فيا ورغم الالم ورغم الضاق ان انقذ احياء من المنزل. كانوا يفرون من الموت قرب المنطقه الحدوديه الى مكان اكثر امنا وسط خان يونس، لكن الموت كان لهم بالمرصاد. آباء وأمهات غادروا الدنيا مع أبنائهم من دون ذنب اقترفوه. جريمتهم الوحيدة أنهم يسكنون في قطاع تحول إلى أهداف لصواريخ عدو لا يرقب في الأبرياء إلا ولا ذمة. أنا كانت لي أخت اسمها خلاص سمير حسين أبو شهلة، متجوز مع الشهلات شاردة، كان في خلاء دار جنبهم شاردة وجاي عنا ومع أولاد الثلاثة، واجت ماتت عنا الله يرحمها. وبرضو أخت المرة زي هيك برضو دار الجنب، وكانت في خلاء واجت وجبت تمني كنت نسايب وجبت معايا عسبة الدار اللي بدها تهد جنبهم وجبت معايا، وسبحان الله وتوفت عنا وما ضلش إلا أنا وأخويا في كل العيلة والحمد لله. يعني أنا بعد ما شفت بنت عمي خلاص وأولادها في حضنها كل هيتهم نايمين جنبها ومستشهدين جنبها، فخلص ما خلص سبحان الله خلص صدمة جتني والغيبوبة خشة وبعرفت إيش حاجة. يعني شهداء عمر الواحد سنة وسنتين مش فاهم على إيش هيك تموت سنة يا راجل، رضيع بشرب حليب لسه. وخالي برضه في خزاعة برضه شردي من النازحين، شردي وجوا علينا وتوفوا خالي وولاد خالي الاثنين، وبرضه خالي الثاني له مرته وابن والله يرحمه ماتوا توفوا.
سؤال لا يتوقف على الألسنة هنا، لماذا يصمت العالم أمام دماءنا؟ أم أن القاتل فوق المحاسبة والقانون والأخلاق؟ سؤال يعرفونهم إجابته، لكنهم يسألونه قهرا وظلما. أما طالب من العالم تحاكم إسرائيل على الأطفال اللي ماتوا، يعني أنا بناشد العالم وبقول لهم أوقفوا معنا، يعني اتذنبوا من الأطفال. يعني بنتي عمرها 2 سنين اتذنبها، هي تزق صاروخ ولا هي بتمشي ولا هي بتأثر على من الإسرائيليين، ولا بتأثر ولا بتهز شعرة من إسرائيل. يعني الأطفال أولاد أخويا اتذنبوا من 2 سنين و3 سنين، مش اتذنبوا من حاجة. والله هي أيام بتيجي مرة أمي وأنا قاعد يعني سهوة، وبتيجي بنتي بقول لي يا بابا. بتذكر آخر مرة يعني قبل ما تموت بليلة، بتذكر يعني آخر يوم ما شفتها وهي نايمة على الفرشة، وآخر مرة حنت ما جبت لها اللبن، علبة اللبن، وهي جاي وأنا جاي مع الفيسبوك، صرت تنادى علي مع الشارع بابا، بشيلها في الحضن وبنولها علبة اللبن. في أشياء بتذكرها، حسب الله ونعم الوكيل. أشياء مجزرة عائلة النجار حكاية من حكايا المجازر الإسرائيلية في حق العائلات الفلسطينية. الضحايا يتكررون والجناة لا يتغيرون. محمد الأصل، تلفزيون القدس، قطاع غزة. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.